السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التمرين سنتعلم كيف نفكك عدد عشري إلى جزء صحيح وآخر عشري. بالنسبة للمثال الأول 236.02، الجزء الصحيح يوجد على يسار الفاصلة. نكتب أولا 236 ونضيف إليه 0.02. في المثال الثاني الجزء الصحيح هو 657 زائد 0.25، وجزء المثال الثالث 3.024. الجزء الصحيح هو 3 ونضيف إليه 0.024. والمثال الرابع لدينا 67.004، أي 4 جزء من الألف. نكتب أولا الجزء الصحيح ونضيف إليه 0.004، وهكذا نكون قد حققنا الهدف من التمرين، وهو تفكيك الأعداد إلى جزء صحيح وجزء عشري بكل بساطة كاملة. والسلام عليكم وإلى اللقاء.